الناس معودين على الكلام القاسي. مرة عم بحكي لأخ عنده عمال حسن من لفظة ماما مع العمال بسبه، قال لي ما تحسن. شلون ما بتحسن؟ قال لي معود. معود لساني عسر معود. طيب غير، ما بحسن غير. العمال بيجوا لعنده لما بده يعتمد على العامل بيتركوا بيروح، لأنه عم بسمع كلام حسن لفظك مع العمال، قال ما بيحسن. أكثر من هيك، أخ من الإخوان تزوج، جاني بعد 20 يوم بده يطلق مرته. يا ابني ما حلك تعرف طباعها او تعرف طباعها؟ قال لي لو كان جوهر ما بدي اياها. قلت له جيب لي اياها شوف. شو الخطا؟ كلام اغلب. أبا يعني كلام تقيل. بتدعي عليه وبتسبه. لك يا بنتي انت زوجي. انا هيك معود عند اهلي. معودة عند أهلك هلا أنت صرت ببيت زوجة هلا ما بصير يكون الكلام. قالت لي ما بصير. قلت له طلقها. إذا بتكون لسانها ذكر وتدعي على جوزها وتصير زوجها سائر نايم معي. السلام عليكم. قلت له طلقها. قال لي ما علي اسم. قلت له حط اسمك فلك. ما في عليك اسم. وحدة مثل هي في القرآن شو اسمها؟ ناشز.